سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام، السلام حياك الله سماحة السيد الموسوي، حبيبي. بشرونا عنكم، إن شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين. أنا نعم تحت حضرتك. أنا صديقكم من مصر، موالي، وأحببنا نسلم عليكم ونخبركم بالأخبار السارة. من مصر؟ نعم أنا مصري. أه والله، يعني صورتك مش صورة واحد مصري يعني. لا هذه صورة، أنا محب السيد، محب السيد حيدر. هي والله على راسي. حياك الله. أحببت بس أسألك، الإمام علي سلام الله عليه حينما كان يصلي إمام في خلافته، كان يقرأ بالمصحف اللي جمعه ولا بالمصحف اللي جمعه عثمان؟ يعني هذا السؤال اللي انت عم تسأله نعم، مش بريء. معلش ليه يا سمحت الشيخ، بريء بريء صدقني، انا موالي موالي لآل البيت. والسيد حسن نصر الله قال لنا احنا بنحب الصحابه، وهو بيحب عائشه السيد حسن نصر الله، وقال ما تشتموش الصحابه ولا تشتموا رموز اهل السنه. في السؤال بريء لا زي هو حسن. اسمع اسمع، صحيح هو ان احنا عندنا لا يجوز شتم امهات المؤمنين جميعا نعم، ولا حتى الصحابه، احسنت، ما انا هذا اعلم. أمر غير جائز عندنا. نعم انا اعلم. نرجع بقى السؤال يا سيد سيد الموسوي، الامام علي سلام الله عليه كان بيقرا بالقران انه القران ذاته الذي انزل على رسول الله صلوات الله اللي هو وسلامه معانا عليه، الان. اللي هو معاك الان. جميل. السؤال الثاني بقى يا سماحه السيد، القران المصحف الامام علي سلام الله عليه اللي هو جمعه، هل اعطى لعثمان وحركه حينما جمع الامه على مصحف واحد عثمان؟ نحن معلوماتنا بتقول انه جمع القرآن جرى في حياة رسول الله ممتاز صلوات الله وسلامه صلى عليه الله وآله. سمع شو والقرآن الذي كان بين يدي الصحابة ومنهم أمير المؤمنين هو نفسه. طب اللي قالوا ان القرآن محرف ده حكمه ايه؟ فليأتينا بدليله. عنده الدليل اهو، تسمح لي افتح لك الكاميرا؟ لا والله الدليل في ايدي اهو، كتاب، والله في ايدي قسما بالله، كتاب الزنديق الملعون لعنه الله، لعنه الله ولعن الله من يحبه او من يقتدي به، المرزا الشيخ المحدث حسين النوري الطبرسي، فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، ورب الكعبه الكتاب في يدها. والزنديق قالك هو جاء هو يعني جاء بالدليل. الدليل الثاني برضه قال هو الزنديق الملعون لعنه الله محمد بن يعقوب الكليني ولعن الله من يحبه، ذكر في كتاب الكافي في يدي الان، والله لو كنت فتحت لك الكاميرا كنت اوريه لك، الورقه في ايدي اهو، في كتاب الحجه صفحه 246 في الاصول، قال ومن يطع الله ورسوله في ولايه علي وولايه الائمه من بعده فقد فاز فوزا عظيما، هكذا نزلت، قالها باللفظ هكذا نزلت. وفي الآية الثانية سأل سائل بعذاب واقع صراحة للكافرين. صراحة اسمع، صراحة أنا مش سامع فيها لهذه، ما هو علشان أنت سمحت السيد المسوي، أنا أعلم بمعتقدك أكثر منك، والله أنا أعلم بمعتقدك أكثر منك وأكثر من سيدك حسن اسمع. نصر الله، فأنا بجيب لك الأدلة أهو، ده كافر اسمع كده؟ لك. ده كافر القلب التحريف؟ سمعت سيد المس افا هرب وسكر الخط، ما سمع بالادله. سادات الشيعه من لبنان من اتباع حسن نصر الله لا يسمعون بالادله، بيكنسل عليا والله، بيسكر والله ولا يريد الرد. سادات الشيعه في حزب الشيطان لا يعلمون بادله ولا شيء. انا وجدنا اباءنا على امنا وانا على اثارهم مقتدون، فهو ماشي على على ما كان عليه اباؤه، بقى كانوا على الضلال، على الشرك، على السب، على خلاص يمشي على كده، لكن لا يعلمون شيء. يعني ما يكون سيد كبير عند الشيعه ويموت، ورب الكعبه عمل لي حظر الان، سيد الشيعه المسمى بالسيد الموسوي مهدي عمل لي حظر. ليه يعمل حظر؟ لانه جبان، لانه دينه باطل، لان دينه مخالف للقران الكريم. وما زال الدعس مستمر على سادات حزب الشيطان حتى يعودوا ويتوبوا إلى الله ويكونوا من حزب الله الحقيقي. كان معكم سيد الشيعة المسمى بالسيد الموسوي مهدي. الحكم لك أيها الشيعي العاقل. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش، سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.